ثم أنا كنت يعني بدي أحكي معك في موضوع هيك. يما يا سعد مش قادر أتنفس، روح جيب لي الدواء خلص من عندي. أنا دواء هذا يما هذا. شو بشوف طلعت من عندها بسرعة، أكيد رفضت تكتب لك البيت باسمك. لا يا ستي، لا رفضت ولا حكينا في الموضوع من أصله. دواها خلص، روح أجيبه. انكسر ظهري من اللف، تعالي كملي عني يا منيرة. لا بدك يعني أوسخ خضافري؟ لا حبيبتي، ابنك اللي طالب هاي الطبخة وطبخيها إله. أو بالمناسبة بعد ما تخلصي طبيخ كل إشي يا ريت تكتري الصلصة، لأنه ابنك بيموت على الصلصة. ماشي. لا 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 لا، اوعى اوعى اوعى، خد هاي 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 من بين إيدي. كيف؟ طيب فعلا مين اللي عمله؟ مين يعني؟ انا اللي لفيته وطبخته مثل ما بتحب. مشاهي فعلا. صحيح وين امي؟ امك حطي لك مخلل؟ جزاك كثير. امك طلتي لها من راسي طنجره وطعميتها وشربتها الدواء ونايمه هلا مرتاحه. كل حبيبي كل. الله يرضى عليك. ليش طفيت التلفزيون؟ بدي احكي معك موضوع. ايش الموضوع؟ بدي تحكي مع امك. شو بدي احكي مع امي هسه انا؟ شو بدك تحكي لها يعني؟ قصه قبل النوم؟ امي احكي لها موضوع البيت. بتعرف انه هذا الموضوع انا نسيته؟ يلا حبيبي يلا بسرعه، دق الحديد وهو حام. يلا يلا بتلحق الفيلم. يلا طيب ماشي. يلا يا رب. مساء الخير يما. شو نايمة؟ أهلين يما، هلأ بدي أنام. نام ارتاح وبكرة بنحكي. تعال يما تعال احكي شو بدك. أنا صحيح يعني صحيح أنا كنت حابة أحكي معك في موضوع، هو موضوع مهم. احكي يما احكي. يما يعني انت الله يطول لي عمرك وخلي لي اياكي، المفروض تهتمي فيا شويه وتأمني لي مستقبلي ومستقبل اولادي. مش فاهمه شو قصدك يما. بصراحه انا بدي تكتبي البيت في اسمي، يعني انت بعد عمر طويل. انا اللي فكرتك جاي تطمن علي وتسال عني. أتاريك جاي تأمن حالك ونسيني. معقول تكون وافقت وكتبت له البيت باسمه؟ ليش لا؟ ابنها وحيدة. شو قالت لك؟ ما حكت ليش شي، غفيت وراحت في النوم وأنا بحكي معها. قصدك تظاهرت بالنوم؟ لا حبيبي، هاي امك وانا حافظاها عن غيب. بس اسمع، اذا ما اجت بالحسنى اضغط عليها. اضغط عليها؟ مش فاهم كيف يعني. انا بقول لك وينك يا اسراء؟ وينك يما؟ من لما طلعتي من البيت انهد حيلي وابني كسر ظهري. مش قادرة أعمل إشي مع منيرة الله يصلحها. ما بعرف إيش اللي قسى قلبها علي. بده أكتب له البيت باسمه لحاله
نسي إنه إله أخت وإلها حق فيه. الله يسامحه، عايشين في بيت واحد وما بيسأل عني. الله يصلح حاله ويحنن قلبه. شايف يا سعد؟ هيها مش راضية تكتب لك البيت، خايفة على إسراء. يعني إسراء بنتها وإنت مش ابنها؟ أي والله حرام عليها ما تعدل بينك وبين أختك. يعني هلا الوالدة خايفة على إسراء اللي عندها جوز مأمن لها حياتها وبيتها من مجاميعه، ومش خايفة على ابنها وحيدها. يا خوف قلبي تكون بعت البيت لإسراء وإحنا مش عارفين. صدق بتعملها. السلام عليكم. عليكم السلام. وين كنت يما؟ رحت عدالة الأراضي؟ سجلت البيت باسم إسراء وجوزها؟ عظيم، مبسوطة هسا أنت، أمنتيهم يعني. رحت أشتري الدواء يما. لا تصدقها بتمثل علينا، ولوين كانت من الصبح؟ عجبك هيك؟ مبسوطة؟ ارتحتي هسا؟ هاي البيت عندك، اسمعي فيه! منيرة عزبت ابني وراحت عند بيت أهلها، لأنه حضرتك منكدة عليها عيشتها ومشغلتها قدام عندك، وغير هيك ما بدك إياها في البيت! إذا أنا كمان ما بدك إياني! أنت أم أنتي؟ أنت أم أنتي! أقول لك أنا كمان لحقها! خليكي في البيت اسمعي فيه، وخلي إسراء وجوزها يجوا يسكنوا عندك، هدول بينفعوكي! أنت دمرتيني! حطمت حياتي! ما أنا ما بدي، والله ما بدي شيء، والله ما بدي شيء. يا مهو مش لا أضل مهو. لا 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 لا.
سامحتيني؟ كان زعلي دايما عشانك، لانك دايما ماشي ورا منيرة، وانت عارف شوي. انا عرفتها صحيح، لكن بعد فوات الاوان. يا جماعة خلاص، احنا ولاد اليوم والدم عمره ما بصير مي. انتوا اخوي وما الكوا غير بعض. على فكرة الدكتور قال لي انه سعد بكرة بيطلع من المستشفى. يا ترى اخته اسراء شو محضرت له على الفطور؟ ها، هو بيأمر بس يطلع بالسلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يقول نبينا الكريم صلوات الله عليه الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فلنتقي الله أيها الإخوة في أهلنا الذين تعبوا في تربيتنا وتنشئتنا وحمايتنا وسهروا الليالي على راحتنا. هل من العدل والإنصاف أنهم عندما يحتاجون إلينا في كبرهم وضعفهم أن نواجههم بنكران الجميل، نواجههم بقساوة القلب وبالتأفف؟ العياذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.